مرحبا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل معا قصة النبيين الصالحين موسى وهارون عليهما السلام. بعد أن تحدث كل من موسى وهارون لفرعون على ضرورة الإيمان بالله وضرورة أن يسمح لبني إسرائيل بالخروج من مصر بعد أن اضطهدهم لفترة طويلة، بعد أن عرض موسى المعجزات الحسية التي كرمه الله تعالى بها لتشهد له بالنبوة، ادعى فرعون أن هذا هو ضرب من السحر وطلب أن يواجه موسى وهارون سحرة فرعون. وعند اللقاء ألقى السحرة حبالا وعصيا وأدخلوا من الحيل ما يعرفون زيفه، فأخافوا الناس وأرهبوه. ثم ألقى موسى عصاه فإذا بها تبتلع حبال وعصي السحرة بمعجزة هزت الحضور من الأعماق حتى سجد السحرة لله رب العالمين وآمنوا بنبوة كل من موسى وهارون. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فزع فرعون لإيمان السحرة دون أن يستأذنوه، وهددهم بالويل والثبور وبعظائم الأمور. ويروي القرآن الكريم رد فرعون على إيمان سحرته برب العالمين وبنبوة كل من موسى وهارون. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ويسجل القرآن الكريم استنكار السحرة لما كان فرعون قد أجبرهم عليه من السحر. ويتهدد فرعون كل من موسى وهارون بالقتل وبالسجن وبالتشريد، ويظهر مرة أخرى مؤمن آل فرعون. تجبر فرعون ومعه كل من هامان وقارون وجنودهم، وتكبروا وازدادوا كفرا وعنادا لموسى ودعوته. وحينئذ وقف حزقيل هاديا ومرشدا ومذكرا بأن الدنيا الفانية هي مزرعة للآخرة الباقية، ومحذرا من عقاب الله تعالى في الآخرة، ومذكرا بأن الدنيا الفانية هي مزرعة للآخرة الباقية، ومحذرا من عقاب الله تعالى الذي كان قد نزل بعدد من الأمم السابقة التي كانت قد تنكرت لربها وعثت وأفسدت في الأرض فسادا كبيرا. رفض فرعون نصيحة حزقيل وتنكر دعوته حتى نزل عقاب الله تعالى به وبقومه. طبعا تذكر لنا الآثار الفرعونية بعض صور هذا العقاب. فبدأ العقاب بالقحط، الانقطاع المطر حتى ساد الجفاف والجد ونقصت المحاصيل والثمار وهلكت الأنعام والدواب، وتبادل ذلك مع تكرار الطوفانات المورقة التي أتلفت مساكنهم ومزارعهم ومحاصيلهم. ثم سلط عليهم ربنا تبارك وتعالى كل من الجراد والقمل والضفادع والدم، وكان كل ما تأتي مصيبة من هذه المصائب يستعين بموسى وهارون زاعمين أنهم سيلتزمون بما طلبه موسى منهم أن يؤمنوا بالله وأن يسمحوا لبني إسرائيل بالخروج من مصر، ولكن يعني ينكثون بعد كل مرة. وظل موسى عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بالله لفترة زمنية طويلة بعد لقاء يوم الزينة، وهم يعرضون عن دعوته ويبالغون في إيذائه وإيذاء الذين آمنوا معه. مرت سنوات عديدة وكل من النبيين موسى وهارون يدعوان فرعون وقومه إلى الإيمان بالله ربا واحدا أحدا فردا صمدا، وهم معرضون عن دعوة الحق إعراضا كاملا على الرغم مما نزل بهم من ألوان العقاب وما شاهدوه بأعينهم من معجزات وكرامات. ثم علم كل من موسى وهارون
بطريق الوحي أنه لن يؤمن معهما أكثر ممن قد آمن، فاعتزل فرعون وملئه ولحق بقومهم العبرانيين الذين كانوا يسكنون خارج العاصمة منث يعظانهم ويأمرانهم بعبادة الله تعالى وحده والتوكل عليه وعدم التأثر بوثنية فرعون. وبعد أن يئس موسى من الأمن في بقائه في مصر، هو وأخوه وعشيرته قرروا الخروج من مصر كما أمرهم ربنا تبارك وتعالى، فصدر الأمر الإلهي إلى موسى بالتحرك من مصر. وكان مع موسى في الخروج ومع بني إسرائيل كل من حزقيل مؤمن آل فرعون ويوشع بن نون خادم موسى وهو من أحفاد يوسف عليه السلام ومن علماء العبرانيين وعبادهم. أوحى الله تعالى إلى عبده ونبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر. طبعا وصل الإسرائيليون بقيادة موسى وهارون ومعهم هؤلاء الصفوة إلى خليج السويس، وعلم فرعون بخروجهم فلحقهم بجيوشه وبإمكانات عسكرية وإمكانات نقل هائلة، وخشي بنو إسرائيل بأن البحر من أمامهم والعدو من خلفهم وليس لديهم من التسليح ما يمكنهم من مقاومة فرعون وجنده، ففزعوا لذلك فزعا كبيرا. ولكن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، وعندما فعل ذلك امتثالا لأمر الله انفلق البحر انفلاق الوادي بين جبلين وجف ماء هذا الوادي حتى سهل عبور موسى وهارون ومن كان معهما، فاندفعوا في هذا الفارق العظيم حتى جاوزوه وعبروا إلى البر الشرقي من خليج السويس. وكان ذلك في العاشر من شهر الله المحرم، ولذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا صيامه لأنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى. حاول موسى أن يغلق هذا البحر بضربة بعصاه مرة أخرى حتى لا يستطيع فرعون وجنوده العبور واللحاق بهما، ولكن الله تعالى أمره أن يترك البحر على حاله إغراء لفرعون وجنوده باقتحام البحر كما اقتحمه موسى والذين كانوا معه. فأنزل موسى عصاه إلى جانبه وانتظر تدخل الإرادة الإلهية في الحيلولة بينه وبين فرعون ومن معه. وبالفعل تقدم فرعون هو وجنوده وخاضوا هذا الوادي الذي سبقهم موسى وهارون ومن كان معهم بالعبور خلاله، وبعد أن تجمع جيش الفرعون كله في وسط ذلك الخليج أمر الله تعالى جانب مياه الخليج بالانطباق على بعضهما ليعود البحر كحالته الأولى، وبذلك أغرق الله تعالى فرعون وجميع جنوده. والقرآن يحدد لنا هذه الواقعة بقول ربنا تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فترد عليه الملائكة قائلة الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا كل هذه الآيات فيها لمحات من الإعجاز التاريخي والعلمي سنعرض لها إن شاء الله في ختام قصة موسى وهارون. وبذلك هلك فرعون وجنوده غرقا، ثم أمر الله أمواج البحر بدفع بدن فرعون إلى الشاطئ بملابسه ودرعه، ويقال أن فرعون الخروج هو منفتاح الأول الذي حكم مصر في الفترة من حوالي 1213 قبل الميلاد إلى 1203 قبل الميلاد، وهو ابن رمسيس الثاني المعروف باسم فرعون الاضطهاد والذي حكم مصر حوالي 66 سنة متتالية. وهلك رمسيس الثاني بينما كان موسى في أرض مدين،
ولا تزال جثتا هذين الفرعونين محفوظتان بالتحنيط في دار الآثار المصرية بالقاهرة إلى اليوم. وإن شاء الله سنستكمل هذه القصة في حلقة قادمة لنعرض ما فيها من معجزات تاريخية وعلمية تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، كما تشهد للرسول الخاتم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بحر القرآن نهلنا قصصا وعظات، إن كنت على شوق فاسمع واغنم لحظات. شعوب أجيال، إنسان يخلف إنسانا، القصص الحق لنا نبع فأعذب نبع هدايانا. أمم وشعوب أجيال، إنسان يخلف إنسانا، القصص